مرحبا، أنا المرشدة التربوية سمر تادرس. هاي الرسالة رح نوجهها لأولياء أمور طلبتنا الأحباء. أولادنا هلأ عم بيقضوا الإجازة الشتوية وعم بيقضوا أغلب الوقت أمام الأجهزة الإلكترونية والتليفونات النقالة، وهذا الموضوع بسبب لنا قلق كتير كبير. ولكن انشغال الأهل بالمهام المطلوبة منهم سواء كانت خارج المنزل أو داخل المنزل، عشان هيك بيعتبروا يمكن الموضوع سهل إنهم أولادهم يلتهوا بهاي الأشياء. ولكن إحنا كناس مختصين وتربويين، هذا الإشي بسبب لنا خطر كتير كبير وقلق، لأنه ممكن يتأثر على صحة أبنائنا النمائية والاجتماعية والصحية والجسدية. عشان هيك من خلال هذا الفيديو رح نعطيكم بعض النصائح اللي نساعد فيها أبنائكم حتى يشغلوا وقتهم، حتى تكون إجازة مليئة بالإنجازات والإبداعات. بهذا الوقت ما بنقدر نمنع أولادنا عن الموبايلات أو عن الألعاب، ولكن بنقدر نعمل بعض المحددات اللي بتساعدهم لاستخدامه بالطريقة المناسبة. أول إشي بدنا نحدد وقت محدد لاستخدام الهاتف أو الألعاب الإلكترونية، يكون مرتبط بوقت معين خلال النهار. ثاني إشي نتأكد إحنا كأهل المحتوى اللي عم بيشوفوه أولادنا هل يتناسب مع عمرهم، ولا منحس إنه أشياء ممكن تكون بتخوفهم أو أكبر لفئتهم العمرية. ومنحب نقولكم كمان اهتموا بالصغير قبل الكبير، البنت قبل الولد، ما تستنوا حدوث المشكلة حتى نبدأ بالعلاج. حاولوا اسمعوهم، احتضنوهم، ساعدوهم بحل مشكلاتهم حتى نقدر نوصل معهم من خلال هاي الإجازة لأعلى المستويات والإبداعات والإنجازات اللي رح يقوموا فيها. كلنا متفقين إنه التربية ولا مرة كانت سهلة، بالعكس التربية هي رحلة كتير جميلة ورائعة، ولكنها فيها تحديات وفيها صعوبات. حتى نوصل لأجمل ما يكون بتطلب منا نقدم الجهد المطلوب منا كآباء وكأمهات. عشان هيك دائما لازم نكون بالقرب من أبنائنا، نأمن لهم الأمان والحضن، وكمان نعطيهم الوقت الكافي خلال نهارهم. عشان هيك إذا أنت دائما بتكون مشغول، اتأكد إنه في ناس متفرغ. إذا أنت بتكون شخص مستمع، في شخص مصغي. إذا أنت بتكون شخص بعيد عنهم، اتأكد إنه رح يكون في شخص قريب. عشان هيك كونوا أنتوا الأشخاص اللي دائماً بالدرجة الأولى لقراب والمصغيين والمتواجدين معهم في كل لحظات حياتهم. ممكن نشجعهم على كتابة قصص هم أبطالها. ممكن نعزز عندهم مفهوم العائلة من خلال زيارة الأقارب والأصدقاء. ممكن نشجعهم على قراءة الكتب مش اللي إحنا منحبها، اللي هم بيختاروها حتى يكون عندهم دافعية للقراءة. ومنقدر كمان نشجعهم على تعلم إشي جديد، زي إنهم يتعلموا على عزف آلة جديدة أو لغة جديدة أو أي مهارة بيحبوا يتعلموها خلال هاي الإجازة. وكمان شغلة تانية ممكن نساعدهم على إنهم يهتموا بصحتهم أكتر ويمارسوا التمارين الرياضية، بالإضافة إلى إنه إحنا نساعدهم على فكرة إنه العمل التطوعي والتفكير بالآخرين والمحيط اللي هم عم بيعيشوا فيه. ومنقدر كمان نشجعهم إنهم يحضروا وجبة الأكل للأسرة، سواء كانت وجبة كبيرة أو صغيرة. حتى الفئات الصغيرة بالعمر ممكن نختار لهم بعض الأشياء اللي هم قادرين إنهم ينجزوها. ومنقدر كمان نشجعهم على حضور القداس الإلهي، المشاركة بالشبيبة، وكمان يروحوا على مدارس الأحد والكشافة. كل هاي الأنشطة رح تساعدهم على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية. وقت الإجازة هو الوقت المناسب لتنمية مهارات وقدرات وإبداعات أولادنا. عشان هيك استغلوا كل وقت بهاي الإجازة حتى كمان نزيد ثقتهم بأنفسهم. بتمنى لكم إجازة سعيدة متكللة بالنجاحات والإبداعات، وكلنا شوق ومحبة وحماس حتى نلاقيكم بروضاتنا وبمدارسنا، حتى نبدأ فصل جديد مليء بالإنجازات والإبداعات من طلبتنا الأعزاء. كل سنة وأنتم سالمين.